سعيد جدا ان كنت معاك النهارده بجد، والحوار ظريف والموضوع جميل وديكور شيك وبرنامج جميل. راقيه ومهذبه، الحوار معك ما بيخلصش. كبار النجوم في الوطن العربي. والله العظيم انا انبسطت جدا، وقعده حلوه جدا ولطيفه. في ضيافه الاعلاميه اسماء ابراهيم. عقده عن جد وجميله وكله. زد ودوده ولطيفه. وانا شايفه ان شاء الله بجد ان شاء الله هتكوني ليكي مستقبل كبير. حصريا على القاهره والناس. الحبر كتير اشكال والوان، بس مش اي حبر، يبقى حبر سر. حبر سري مع الاعلاميه اسماء ابراهيم، الخميس والجمعه الساعه 10 مساء على القاهره والناس. أهلا بكم في العاصمة.